صباح جديد ويوم جديد، أحيانا الله بعد أن أماتنا ولله المن والحمد. استغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا على ملة إبراهيم ومن أمة محمد من عبد الله رسول الله. أصبحنا نشهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا شيء أبو وحيد عصرية، هنا لما أمر ألقى زحمة زحمة زحمة. سير على شيء أبو وحيد. أو شيء أبو وحيد، هو هذاك أبو وحيد، شيء أبو وحيد. طلبات على السيارة، طلبات السيارة. وصور هنا الغابة، هذه جلسة رائعة، حي مسار رمق قصاد قصاد أظن، حي مسار رائع. ومصور النفق اللي هي قاعة أحلى مساء. هذا عشان نمشي للطايف. برد برد برد. هنا تجزئة جديدة، ها مشروع. يا سلام عليك، ما ادري وش هي مسرة ولا ما ادري. هي مسرة، هو كل هذا هي مسرة. تلك بيوتهم خاوية، كان زمن سكنوا هنا ورحلوا. هذا دليل ان احنا يا رايحين برضو رايحين، وانا لله وانا اليه راجعون. والله يرحم موتنا وموت المسلمين اجمعين ان شاء الله. هذا طريق الوهط الوهيط، دخان النار هناك، النار تحرق ونكره النار، لكن ربك سبحانه وتعالى حط فيها منفعة لنا. فهذا البرد إذا ما في حطب ما في نار، والله الواحد يموت بالبرد. برد برد يا راجل، ايش سبحان الخالق. شوف الناس دخان حاطين حارقين شيء أظن، ولا ما هيش نار خاصة للتدفئة، ما هيش خاصة للتدفئة، شيء نار. الله يستر الله يستر يا رب. طريق الوهط الوهيط، الوهط الشفا والوقف. هذا الوهط الوهيط، هذا الوهط الشفا، طريق الوهط والوقف الوكيف. هنا هذه طريق الوقف الوكيف كنا مشينا له، وهذه طريق الوهط الوهيط سياحي قرى. الطريق السياحي متاع الوهط الوهيط فيه كتير حاجات يبغالك تستكشفها، يبغالك تصورها، كتير حاجات كتيرة. الحين رايحين المنطقة وزارة الثقافة والسياحة عاملها، ولا نشوفها ونرجع. شوف الجبل هناك، شوف الجبل هناك. هذه منطقة الشجرة المعمرة، هناك شجرة معمرة، هناك هي هذه الشجرة المعمرة، كنا صورناها من قبل. دي المنطقة من طريق الهايوي، منطقة رائعة للجلوس. وادي الوادي هذا يودك إلى غاية سد عكرمة،
المنطقة، من روائع المناطق هذه. في الطريق الوهط الوهيط شايفينها، في مشاريع، في استراحات، في زراعة، فيه ورد، فيه يعني شيء رائع. شجرة أبا. هذا الموقع اللي عايزين نشوفه الصبح، هنا الصباح لكن مقفل، ما أدري متى يفتح، ممكن العصر. هذه قلعة الكوشان اسمها، قلعة الكوشان، قلعة أثرية مستطيلة الشكل، يرجح أن تاريخ بنائها يعود إلى أواخر الدولة العثمانية. استخدم في بنائها أحبار متوسطة الحجم، أحجار مش أحبار، أحجار متوسطة الحجم وصغيرة، صغيرة صفت بعناية فائقة على شكل مداميك، لها فناء مكشوف تحيط به وحدات على جانب المدخل الرئيسي، كل واحدة مكونة من 4 غرف، ويلاحظ عدم وجود نوافذ أو أبراج، كما هو مألوف في التحصينات الدفاعية. يم مسيجة، مسيجة في المنطقة جبلية، نطلع فوق ونشوف على الله، ممكن تكون أشياء رائعة. هذه هنا منطقة قلعة الكوشان، كلها مسيجة، عندك وين تمشي ما تقدر تشوف شيء. في استراحة هناك، مبنى، نطلع نشوف. شو سبحان الله، النبت هذا زي قنفذ البحر، كأنه قنفذ البحر. علم النباتات علم تاني، عالم تاني، يبغالك تعرف كل نبتة واسمها وما اعرف ايش وارضها وتاريخها. هنا احجار مزارع، تين شوكي شوف، هذا كان أرضية القلعة. يلا رجعنا، نرجع ناخذ صورة، صور اسمه الشجرة المعمرة. برد برد، شوف الأحجار الموجودة هذه، تحط عليها رجلك تتزحلق على طول كما تزحلقت أنا أول أمسين. يا سلام عليك. هذا لفيت على القلعة كلها مسيجة، شوف هناك بيوت وكذا، هناك قلعة مسيجة، والطريق هنا، الطريق هنا مش بري. أنا كنت جيت لها زمان، أظن يوم جتني فجت في راسي نشوفها، يعني ممكن ندخل ما في. لو سياح، أوكي، لو سائح يجيو هنايا. آثار، هذه هي.